دكتور احمد مسعد، دنتال بزنس ديفلوبر من مصر. بحاضر في مجال اداره العيادات، وبنقدم حلول للعيادات والمستشفيات بالنسبه لاداره الاعمال والمشاكل الخاصه بالتسويق والجوده. انا دي رابع مشاركه ليا في ايدك. السنه دي كانت سنه مميزه جدا. المحاضره العنوان بتاعها جديد، هي اداره علاقات العملاء في العيادات والمستشفيات. ارجو من الله انها تكون وفقت ووصلت المعلومه للناس بشكل جيد ان شاء الله. كل سنه في زياده، وكل سنه في تطور، وكل سنه في حاجات افضل بنشوفها، من تنوع للمحاضرات لتنوع للعارضين للحضور. في كل المجالات في تطور. It's a good exposure، سواء كان طالب طب اسنان او طبيب متخرج، انه يحتك بجنسيات عديده جدا جدا، بيتكلموا عن نفس المهنة بنفس الشغف بنفس الخبرة. احتكاكهم بأربع قاعات محاضرات فيهم ما لا يقل عن 80 محاضرة في خلال 3 أيام من جميع أنحاء العالم، خبرة مش هيعرف يلاقيها في أي حتة تانية. فأنصحه أنه هو ما يفوتش فرصة زيادة.